تقول نورا إن بيروت لم تعد مدينة آمنة، فالأزمة الاقتصادية الأسوأ التي تمر بها البلاد انعكست على الوضع الأمني وارتفعت معدلات الجريمة. واقع دفع نورا إلى تعلم فنون الدفاع عن النفس. بيعطيك هيدا الباور تبع أنا إذا حدا تعرض لي أنا عندي القدرة أني دافع عن حالي، إذا حدا جرب يسرقني، حدا جرب يعتدي علي، ما بنعرف شو عم بصير بالبلد. تنهي نورا حصتها وتستعد لإخلاء الحلبة لتلميذ أو تلميذة أخرى. هذه الفترة زاد الطلب وخاصة البنات، يعني كل يوم بيجي صبية اثنين ثلاثة كله بيتعلم فنون قتال وخاصة سيلف ديفانس. تاي بوكسينج، باي تاي، كيك بوكسينج وغيرها هي من فنون القتال والدفاع عن النفس التي يسعى البعض إلى إتقانها، يعدونها وسيلة آمنة وأخلاقية للتسلح بالقوة في ظل الوضع العام. مش إنه إحنا نروح نعلمه على المشاكل ويضرب الناس، لا بالعكس، بده يكون هو عنده الأخلاق الرياضية، وإذا حدا تعرض له بيستعمل الأساليب اللي بيتعلمها والتقنيات اللي بيتعلمها بالنادي. منذ بداية العام حتى نيسان أبريل المنصرم سجلت القوى الأمنية في لبنان ارتفاعا في معدلات السرقة بنسبة 185% عن الفترة نفسها من العام الماضي، مقابل ارتفاع فاق 50% في معدل سرقة السيارات. الوضعان الاقتصادي والأمني صنوان، كلما تدهور الأول تردى الثاني، وفي بلد يمر بأسوأ أزماته الاقتصادية تكون القدرة على تعلم فنون قتالية طرفا لا يملكه السواد الأعظم من السكان. محمد شبارو، العربي.